كمان خيار. الإمام المغيب موسى الصدر، السيد حسن نصر الله. كمان أقول اثنين، يعني اثنين عرفتونه. لا شك موسى الصدر هو مؤسس حركة الحرمين، يعني العدالة الاجتماعية، وحركة المقاومة، يعني مواجهة العسكرية مع إسرائيل. وأنا برأيي إجت أمل لتكمل هذه المهمة. هلأ هالوقت صار في انقسام بسببنا، يعني صار في انقسام داخل الشيعة، لأنه نبيه بري رئيس أمل لما انتخب بشير جميل دعا الرئيس سركيس إلى اجتماع بحضور بشير جميل، كان بده عمل طاولة مستديرة الياس سركيس كرميل بشير، جاب عليها 6-7 قيادات الموجودة. اختلفوا داخل حزب الله إذا بيروح نبيه بري داخل حزب الله أو حركة أمل، حركة أمل داخل حركة أمل، إذا بيروح نبيه بري عم خبرها لأنه ليلة اللي إذا بيروح نبيه بري بيحضر الاجتماع أو ما بيحضر. نقصب نبيه بري قرر يروح يحضر الاجتماع، على الفور انسحبوا وأسسوا حزب الله. يعني حزب الله من رحم كان في شيخ طفيلي وقتها، بعدين ترك طفيلي يعني مضايا. طيب خيارك وين؟ أنا خياري لا شك موسى الصدر أولا. نعم كمان خيار جديد. من الأكثر عمالة؟ مين اللي هو؟ سعد حداد، أنطوان لحد. هلا عن جد ما عرفتهم؟ لا ما عرفتهم وحياتك ما بعرف، يعني أنا مش مجتمع معهم وبالصورة ما بقى. سعد حداد اللي حاطت الكبي على راسه، وأنطوان لحد بالصورة الثانية. من الأكثر عمالة؟ أو ما بتعتبرهم عملاء؟ لا عملاء لسوء الحظ، يعني عم بقولها مش مبسوط هذا، بس يعني راحوا يعني عملوا خيار إسرائيلي وقطعوا مع لبنان اثنيناتهم. يعني أنا هذا أمر ما بقدر. ما أنتوا خياركم كان إسرائيلي؟ هلا ما كانت كان يعني أنتوا عملاء؟ اليوم فيك تقول عن نفسك عميل؟ لحلك وعن بشير خيار جميل عميل؟ الخيار اللي عمله بشير عمله من موقع قوة، كان عنده منطقة بكاملها. هن بعتوني أسسوا جيش. جيش لبنان الجنوبي. في حين هنيك كانت من موقع ضعف. أنا برأيي أنا ضد وقت ما بعتوا له. هلا في فرق بين اثنين، إنه واحد كان موجود عندما دخلوا الإسرائيليين، وفي واحد راح لمن كانوا الإسرائيليين. يعني اشتروا الإسرائيليين بحبة أسبرين. كان ما بقى عندهم جريح، كان عندهم اعتبروا ميت. لأنه ما عاد عندهم إمكانية، لجأوا إلى إسرائيل، وإسرائيل طبعاً عملت اللازم بشكل ساعدتهم وأخذت ثمن المساعدة، هيدا فارق. الغلطة لمن توفى هذا، إنه يبعثوا واحد من هون من الجيش اللبناني، هيدي غلط. إنه يبعثوا واحد من هون يستلم شيء ما كان لبناني، كان تحت السيطرة الإسرائيلية. كلهم لبنانيين كانوا وبيفتخروا بلبنانيتهم، ولكن تحت السيطرة الإسرائيلية. طيب. انت اعتبرتهم عملاء استاذ كريم، اعتبرتهم عملاء، قلت لي للأسف كتير. طيب تعتبر نفسك عميل؟ لا، تعاملت مع الإسرائيليين. تعاملت مع الإسرائيليين بس تعاملت من موقع. اولا بس بدي خبرك، لازم اقول شيء، يعني انا ما بحياتي يعني ذهبت الى إسرائيل، وما بحياتي تعاملت بالمعنى التعامل، بل كانوا الإسرائيليين يكرهوني. بس أقول لك، ومناحيم بيجين نبه إنه ما تخلوا يعمل هيدا، كان مطروحة أيام بشير، نبهوا لبشير. يعني إجا بشير لعندي وخبرني باجتماع نهارية، قال له عم بالإعلام عم بتقولوا بده يعمل إما وزير خارجية إما وزير إعلام، هيدا إياك إنه تجيبوا هيدا سوري فلسطيني. كان عارف؟ كان عارف. كيف كان عارف؟ كان عارف انك سوري فلسطيني. كان واضح. مش بس عارف، يعني ما كانش شاكك، كان عارف، كان متاكد. كان بينت أبداً. بعدين انك سوري فلسطيني. لا، بينت انه عندي علاقات مع سوريا. وانا اخترتها، وعلاقات مع الفلسطينيين انا قررتها كمان طبعا.